اللي يبغى يشتري الرام روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عنده مرخص من اللعبه، فاي احد يشتري لا تنسى كود في اس ال راح يخصم لك 3%. الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روكت ليج سواء على ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، الرابط في الوصف. السلام عليكم، اليوم جبت مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع مابات المتابعين. راح نختار الحين مابات من المتابعين اللي كتبتوا لي في الانستغرام، سناب، اتوقع انه في سناب كم شخص. قبل ما ابدا مقطع لايك، اشتراك، فعل زر التنبيهات. اللي يبغى يشتري موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، كريدت عنده مرخص من اللعبه، استخدم كود في اس ال راح يخصم لك، وراح تفيدني جدا جدا جدا. وكود الايتم شوب في اس ال. يعطيكم العافيه، وكود نمشي في اس ال بعد. خلونا نبدا الحين، نروح على التريننج. طيب اول كود واحد منشني في الانستغرام، فاللي ما تابع انستغرام بعد يتابعني، منشني في ستوري، فيقول عندي لك ماب حراسه في روكت اتمنى انك تلعبها. هذا هو الكود. طيب الكود هذا هو اللي مصمم اسمه احمد. حلو، اربع سيفات اتوقع، فبسم الله خلونا نجرب الماب. يا رب انه يكون اوكي. نسينا لحظه نسينا شيء، معليش. لازم اطفي باكس مود. ودينا على التحدي، احس ال اصبر انا بديت حركت السياره بدون ما ادري اني جايه كذا. شوف كيف سريعه. هلا واخيرا. والله جبنا ام العيد، كل شوي نعيد كل شوي نعيد. بس هذا السيف حلو يعني، فيه اوكي والله سريع مره ذي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبين استعين. شوف كيف سريعه، يا ساتر منزل كذا، يقول لي سو باك فليب. شوف كيف منزلني متاخر مره، والله ترى يعني فيها لخمه. بس نروح على التحدي الاخير. لا لا لا، هذه كيف نعيدها؟ لا 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 لا، والله لعيده. خلصنا الثاني، ممتاز جدا جدا جدا. حلو، باقي الاخير، باقي الاخير لازم صده. نسيت كيف جاء والله. لا وش ذا؟ شوف الرسبون، مستحيل اصده ذي. مستحيل والله، ما بدينا حتى اتحرك. يا ساتر وش هذه؟ حتى تدخل على جوا مستحيل والله. شوف كم عندنا من مره، والله عندنا مره كثير. لحظه اوكي، لازم ننزل بالسياره. والله انه مشكله. اوكي يا ساتر، اخيرا خلصنا. انا على بالي انه نزلني كل مره زي كذا، بس كنت انا مستعجل، المفروض اني اخلي السياره تنزل بعدين ابدا التحدي. بس مخ ما في 100%. خلصنا، اعطونا كوكبوس وزبده. خلصنا ماب الحراسه، الحين نروح على التحديات الثانيه. بسم الله وعلى بركه الله. والله ما ادري هذا الماب قد لعبته من قبل او لا، لكن خلونا نشوف. بسم الله، 4-0. بسم الله، فيه ابي جوكر. بسم الله، مكتوب هنا الماب هذا حرفيا هو اللي بنى الفريستايل عندي، او ضبط الفريستايل عنده. ما اقول اني العب فريستايل، ولكن الماب مره حلو. هو ثلاث شوتات، اول شوته اخليها دبل، اخليها يا دبل سرعته فوق ال 115 او فليب ريست. ثانيا شوته مستيه ودبل، ثالثا سو فليب ريست. الاولى زي ما قال، لحظه خلينا نعيد، حاول نمشي في هذه. يا ساتر، لا لا لا، اجت شوي شباب، ايش فيه؟ كيف ضاعت ذي؟ كيف ضاعت؟ لا هجت هذه، والله مره هجت. لا ما ابغى هدف، والله ما ابغى هدف، والله بطول فيه ذا. اذا على التحدي والله بطول فيه. قاعد امشي غلط او في شيء غلط، ما ادري وش السالفه. اخيرا دبل تاتش، مع انه رخيص يعني، مفروض الناس يسوون دبل تاتش على فوق، بس هجت وراحت يمين. والله لو اسوي دبل تاتش انا دخل. تمشونها ولا يعني؟ حلوه الطقه، والله بعيدها عشانكم صراحه يعني، ما ودي يعني. اللقطه الاولى مخيسه، اللقطه الثانيه يعني مشي حالك، ما ودي انها تكون كذا يا اخي الوضع. وش ذا يا الجنب؟ ليه كذا يا جنب ليه؟ اوكي دبل تاتش، مالي دخل. جنب ريست والله هجت صراحه، جنب ريست بالنسبه لي صعب. انا ما ادري متى بصير لعيب وصل الجراند، يعني الفتره اللي راحت كل هالسنين لعبت فيها روكت ليج كان لعبي سيء، الحين صار متوسط. انا ودي اوصل للاحتراف لو شوي، ابغى اوصل جراند. هذا مو المفروض جنب؟ والله احسها هذه حلوه يعني لو جت جنب ريست. جنب ريست، حلو. والله جبنا جنب ريست ممتاز. لا لازم نوصل للكوره بعدين ننزل السياره. لا هذه وش هي؟ والله ترى ما ادري وش هي حرفيا. جاء الجنب الثاني ممتاز، في تقدم يعني، بدينا نوزن شوي. يو حلو جنب ريست،
انا ابغى اتعلم على الجنب ريست حتى لو ما تجي اللقطه. والله عادي. ايوه والله حلو. الو شلون مو جنب ريست هذه؟ والله كانت احلى واحده، كانت اضبط واحده مره. ممتاز. بدينا نوزن شوي. بدينا نوزن الجبر ست. حلو. واو يا الجبر ست. ايوه دايم جبر ست بدون طقه. ابغى اشوف اللقطه بس بعيدها يعني. ماني والله العظيم كارت حلوة مرة ذي. والله جمبر ست صار يعني بطال صراحة، بس الايم فيه هو الصعب. انا حس اني طولت مرة هنا. والله طولت مرة في الثالثة. دام بدينا نوزن يا شباب. شوفوا الجمبر ستات ايش السالفة. دام وش ذا الاحتراف يا شباب. والله اللي ما يسوي لايك ويله. اوكي دام والله دام اقسم بالله جد دام. والله يا شباب ان طولنا مره، لكن حاول اجيب هدف عادي. الحين بجرب ثلاث تجارب، اذا ما ضبطت كنسل رحت على الاهداف العاديه. هذه الاولى قاعد تهج لاني قاعد استخدم اير رول ثاني. هذه جاء جمبر ست ما ضبطت. والله حلوه هذه بس قعر. خلاص الحين جيب هدف عادي. لا تفشل وما اجيب هدف كذا. والله بحق ممتاز دبل طف. والله طولت مره. لا مو بليقين. طيب ودينا على تحدي ثاني. الحين بدخل ماب ما ادري هل هو مكرر ولا لا، لاني لقيت عنده في السكرين شوت قالني قد لعبته. اتوقع راح ندخل الحين نشوف. اتوقع انه مكرر صح. هذا ماب الحين بندخله يعلمك على الفريب فريب. هذا الماب راح يعلمك على الفليب ريست. فواحد من المتابعين الله يعطيه العافيه اسلي وقال لي ان هذا الماب بيضبطك من ناحيه الفليب ريست. اوكي فليب ريست اللي كذا، اللي يعطيك كذا فليب ريست ورا فليب ريست ورا. والله صعبه صراحه، يعني توقعت انها اسهل. نحاول نمشي فيها. اوكي هذا اللي يقصده، انك تطق بالسياره كذا عشان يجيك جنب. والله العظيم صعبه. طيب ابغى اكمل على قدام بالفليب فليب. والله العظيم ما ادري ايش جاينا على الفليب ريست، عجزت انطقها اليوم. والله صعبه يا شباب، والله صعبه. يا ساتر احس بطفشكم والله. مستي من ذاك الموقع. لا مو مستي، ماستي. مستي هذه فورتنايت الله يسعدك. جرب الماب اللي بعده، الماب الاخير. بسم الله على الماب الاخير. طبعا الاغلب يرسل لي مابات كذا نزلت في الانستغرام ولا اي شيء. اللي في التيك توك لا ترسلوا لي اياها، تكفون عشان ننزل يعني مابات تيك توك منفصله. يعني مابات تيك توك تكون مابات انا اشوفها بنفسي، اللي مابات المتابعين يا ريت مابات انتم مسوينها. يا ليت اي احد مسوي ماب ارسلوا لي اياه، اذا تشوفه كويس ارسل لي اياه باذن الله بحطه في المقطع او بلعب فيه في المقطع. الماب الاخير خير وديني. حلو 10 شوتات. طيب ما شفنا ايش مكتوب. اتوقع انه دبل تاتش. اتوقع حلوه. حلوه مره ذي. لو جت يا ساتر. طيب نحاول نسوي دبل تاتش مع انه اوكي. والله حلوه هذه ولا نسوي ما ادري يا اخي. والله ما ادري هل اسوي جمب ريست هل اسوي دبل تات ولا اسوي ريدايركت. الو ايش صار؟ شوف الطقه بس يعني بدون ما لمست الارض. والله بغيت اقول بدون ما لمست الارض بس لمست. والله حلوه ذي مره. يو لو جت والله كانت حلوه. لازم نطقها طرف ونلحقها. يلا بسم الله. سيلينج ولا لا؟ والله طولنا فيها مره. لا نحاول نجيب هدبتات. ايش رايكم؟ يعني انه من نفه الحين اصلا في العاديه بس. طيب نسوي جمبر ست. جمبر ست ارجوك. اوكي. يوه يا اخي ليش طقت الجمبر ست هذه تبعد السياره مره بشكل مو طبيعي. ما ادري ليش. ممكن باص عيون الله يسعدك. باص عيون عشان صعبه اكثر. ما لمسته شلون؟ باص عيون يا ابوي. ايه والله صعبه ذي اني اجيبها دبل يعني. للباقي كويس. خلاص ملينا.
لكم ملينا طقة خايسة جدا 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 ما شفت أسوأ منها. بجيب هدف صاروخ كذا شيء وحلوة لو جت في 90 هذه بتروح على طول. إيه يا شيخ في 90 أخيرا. نايس نايس ري دايركت جميل جدا. لا أنا أبغى يا أخي ما تلمس الأرض والله أبغى ما تلمس الأرض. أيوة دبل هذا أوكي خبل والله. نطة حقتنا كويسة بس قاعدين نجيب عيد لو تلاحظون. اوكي وجدت بلوف بطيئة جدا صرنا ماشي ماشي تعبنا ولكم تعبنا. ما تلمس الارض ما شيء خلاص تعبنا. اوكي خلصنا بس هاي كم مقطع اليوم ان شاء الله مقطع يجيبكم تصوير ساعة كاملة اقسم بالله ساعة كاملة ليه يعطيكم العافية على المشاهدة. سيارة أوستن مارتن وهذه الأشياء في هذه موجودة فاللي يبغى يشتريها طبعا السيارة اللي على اليسار هذه فخمة مرة هذه فخمة 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 فخامتها مو طبيعية فراح تنزل وتقعد سبع أيام تقريبا. فقبل ما تشتريها إذا بتشتري كريدت اشتر من موقع روكت ليج اكسشينج أرخص بكثير من اللعبة استخدم كود في اس ال يخصم لك 3% فوق ما انه رخيص وهنا حط في اس ال كذا تكون دعمتني واشتر ما راح ينقص منك شيء ولا راح يزيدك شيء هنا بس راح تفيد جزء من الأرباح راح يجيني. يعطيكم العافية وأنا أراكم على خير في أمان الله. سلام.